في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سئل المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي عن مرجعية السيد الشهيد محمد صادق الصدر. أجاب سماحة السيد صادق الشيرازي قائلا: كان السيد الشهيد محمد صادق الصدر نموذجا لأهل البيت عليهم السلام بصلابة موقفهم ضد الطغيان والكفر، وحيث الكل تركوه حتى جعل كفنه بيده يدور معه أينما ذهب، فإنه كان مثالا للصبر وشجاعة أهل البيت عليهم السلام من خلال الوقوف ضد الظلم والطغيان، والجميع لم يثمن وجود السيد الشهيد الصدر. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.